جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد المستمعين، يقول أخوكم في الله إبراهيم أبو محمد من الجمهورية العربية السورية ومقيم في المملكة، يقول: لقد غبت عن زوجتي لمدة 2 سنين هنا، علما بأن زوجتي راضية وظروف العمل هي التي اضطرتني إلى ذلك، هل أكون آثما والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك إثم فيما ذكرت إذا كان هذان الأمران متحققان، وهما الحاجة إلى هذه الغيبة لطلب الرزق ورضاها أيضا ومسامحتها لك في هذه الغيبة، فلا حرج عليك إن شاء الله، ومهما أمكن أن ترجع إلى زوجتك فهو أحسن وأتم. نعم.